السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوتي اخواتاتي. اليوم قررت نخرج بالصمت ديالي وندير لكم فيديو باش تعرفوا الحقيقه ديال داك الفيديو اللي تسرب وبزاف ديال الناس شافوه وحكموا عليا بلا ما يعرفوا الحقيقه ديال داك الفيديو. انا اليوم خرجت بالصمت ديالي وبغيت نقول لكم الحقيقه ديال داك الفيديو. بزاف ديال الناس وبزاف ديال البنات دابا وانا متاكده كيشوفوني وقع لهم بحالي، ولكن الفيديو ديالهم ما تسربش وانا يا بالضبط تسرب الفيديو ديالي. ما عرفتش علاش، ولكن السلطات قايمه بالواجب وراها كتبحث على شكون بارطاجا هذا الفيديو. واللي بغيت ناكد عليه اخوتي، اي واحد بارطاجا الفيديو راه غادي تحل على القضاء. ديجا راني دايره دعوه قضائيه، اي واحد كيبارطاجي ولا بارطاجا هذا الفيديو غادي يتعاقب وما على الرسول الا البلاغ. خوتي خواتاتي، هذا الفيديو هذا السيد كنا كنمشيو نديرو عندو الرقية بحال كاع الناس، كيدعي انه كيدير الرقية الشرعية وكيجيو عندو بزاف ديال الناس شخصيات تبارك الله كيجيو عندو على اساس باش انه غادي يدير لهم الرقية الشرعية. كنمشيو نديرو عندو الرقية، يعطيك الماء تشربيه ما تعرفيش شنو راه كدير اختي، ما تحسيش مع راسك شنو كديري. يعطيك الماء على اساس انها رقيه غادي تشربيها، من بعد غادي يقرا عليك ويدير لك يديه هكا ويبقى يقرا عليه وانتي ما غاديش تعرفي من بعد شنو راه كديري. ديري داكشي اللي كيطلب منك وما تقدريش تقولي لا وانتي ما حاساش مع راسك شنو راه كديري وتفيقي عادي بحال ما كاين والو. ماشي غير انا اللي صرا لي هادشي، نساء متزوجات اخوتي عندهم لي فيديو، تاكدوا بلي بزاف ديال لي فيديو، عشرات ديال لي فيديو ديال البنات ونساء المتزوجات كاينين ودار لهم فيديو. بغيتكم عافاكم، كلشي بغيتكم تساندوني لانني انا النفسيه ديالي تحطمات من بعد هاد الفيديو. انا ضحيه، انا اخوتي ما كنتش نعقل على راسي شنو راني ندير، ما كنتش نعرف انا شنو راني ندير من بعد فاش نشرب هذاك الشيء. اي واحد، انت اختي اللي كتحكمي عليا ولا انت اللي كتحكم عليا اختي؟ انت اخويا عندك اختك غدا من بعد ويوقع لها اكثر من هذا الشيء، ولا عندك بنتك؟ انت اختي راه غدا من بعد وما عرفتي شنو غيصرى لك. اللي ما خرج بالدنيا راه ما خرجش بعقيبها، ما تنساوش. علاش كتبغيو تشوهوا باعراض الناس وانتم ما عارفينش الحقيقه كي دايره؟ كل واحد شنو خرج عليا، كل واحد السيناريو اللي جبد من راسو وحطو خرجوا عليا. اخوتي انا ضحيه، كاين اللي كيقول لك هذاك الشيء بخاطرك، وكان بخاطر اختي ولا خويا كراني دابا مرميه في الحبس بتهمه الفساد، ماشي بخاطر اختي داك الشيء. واصلا هو راه معترف لهم، كيقول لهم بانني معترف للقضاء، كيقولهم بانني كنت كندير لهم كنشربهم شي حاجه باش ما يبقاوش عاقلين، باش يبقاو داكشي اللي كنقولهم هو اللي يديروه بلا ما يعارضوني بلا والو. كاع هادشي معترف به حدا القضاء. بغيتكم عافاكم، كلشي تساندوني لانني محتاجه المسانده ديالكم كاملين. وبغيت نشكر اي واحد ساندني، اي واحد راه مساندني. وبغيت نقول هادوك الناس اللي كيبارطاجيو لا فيديو ديالي، ديجا راني رافعه دعوه قضائيه والبوليس كيبحث في اي واحد كيبارطاجي لا فيديو، راه كيبحث وما تلوموا غير راسكم وما على الرسول الا البلاغ. هذه هي الدنيا اخوتي، ما عرفتوش انتم من غدا ومن بعد شنو غيصرى لكم. لحد انكم عايشين في الدنيا ما عرفتش شنو من غدا غادي يصرى لكم. متبقاوش تهضروا في اعراض الناس وانتم ما عارفينش الحقيقه اخوتي، انتم ما عارفينش الحقيقه ديال هذاك الشيء. كاين اللي قال بيناتنا زعما انا ويا شي علاقه، اخوتي ما بيني وبين هذاك السيد والو. هذا كنا كنمشيو على اساس غادي نديرو عنده الرقيه، هذا الشيء اللي كاين انا والبنات بزاف. واللي قال بان الوالده ديالي توفات، بزاف ديال الناس قالوا بان الوالده ديالي توفات وقالوا بانني انا انتحرت، وكاين اللي قال بانني هربت من دارنا. الوالده ديالي اخوتي راه مازال على قيد الحياه الحمد لله، وانا مازال عايشه وانا في وسط دارنا الحمد لله. والديا مسانديني وعائلتي كامله مسانديني، ولكن ما عارفينش
النفسيه ديالنا كيفاش دايره، ما عارفينش اخويا الحجم ديال المعاناه اللي رانا كنعانيو بسبب هاد الهضره اللي راها تروج. الله يخليكم الله يخليكم، بغيت اي واحد يحبس البارتاج، ما يبقاش يبارطاجي داكشي اخوتي. بغيتكم كاملين تساندوني، بغيت الجهات المسؤوله تساندني، بغيتكم كاملين تساندوني باش يبان الحق، وانا راني متابعه قضائيا حتى يبان الحق ديالي. والحمد لله السلطات دايره الواجب ديالها وكتر من الواجب ديالها، جزاهم الله خيرا. وانا اي حاجه جديده اخوتي غادي نعلمكم بها، بغيتكم عافاكم تساندوني الله يخليكم، بغيت الحق ديالي يبان. انتي حسبيني اختي، راه اختك انتي حسبي راسك بدا من بعد ويوقع لك هادشي. انت اخويا حسبني في بلاصه اختك، ولا انت سيدي حسبني في بلاصه بنتك. نتمنى هاد الميساج ديالي يوصل للعالم كامل، نتمنى كلشي يبارطاجي هاد لا فيديو، كلشي يشوف هاد لا فيديو، وشكرا بزاف.